الله عليك يا شو، الطلة اللي مش على البال ولا على الخاطر دي. اتفضلي اشبكي ايدي في ايدك كده، وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. انا ما صدقتش نفسي لما شفتك برا في الصالة، مندهش من ساعتها. الملط بايدون ينيلك يا واد، النظافة والشياكة اللي انت بقيت فيها دي. سيبك انت، ما هي الدنيا ما بتسيبش الواحد على حاله، مش كده؟ مش لو كنت سمعتي كلامي كان زمانك دلوقتي نجمة المحل الأولى وشايلة المحل ده كله على وسطك. عايزنا نرجع زي زمان؟ قول للزمان خلي في عينك حصوة ملح وارجع يا زمان. الله عليك يا سلطانة. سلطانة ينيلك انت لسه فاكر؟ احنا لسه على قديمه، حد ينسى سلطانة الطرب وسهيرة قلوب العذارة؟ الايام دول يا مالط، امبارح شوق والنهارده رمانه. رمانه هي مسمعه للدرجه؟ فشر ولا حد بيسمع عنها حاجه غيرش انا بس اللي في بيني وبينها طار، وعايزاك تجيبهولي من النعمه. امرين يا سلطان. بس انا مش فاهم تقصدي ايه. بتحوم على واحد يخصني، عايزه ازحها من سكته، شوف لي طريقه. والشخص ده موجود هنا؟ اوعى يكون فندينا. عسل بشمع وفي بطرامة منصوبة لللق وللقام. كهربانا من جسل بلبل مفيش ولا ايد طايلة بدأت اوقف بنت حل وتبرد اخيات لو سخل ابرم برم دي الكلف ده استنى البلد اليوستف عندي استنى البلد اليوستف عندي ولعو الحنوبة شايل عروبك والهاقوليك والملعوبة نعمل فرح يليق بينا يا شفاعه. طبعا يا كبير، دي هتبقى ليله العمر. عايزك تعزمني كل المعلمين كبار وصغار، ما تنساش اي حد فيهم. كل المعلمين يا كبير. طب والمعلم هلله؟
معلم هلال ده بقى انت شخصيا لازم تروح له وتقول له المعلم نوح مستنيك وبيقول لك حقك وحق رجالتك في رقبته. أوامرك يا كبير. عاوز منك حاجة تانية يا شفاعة. رقبتي يا كبير. في عيل أمي الأبجية وأنا اسمه فتحي فلنكات والتاني اسمه صلاح كفري، عارفهم دول؟ إيه اللي عارفهم؟ دول عيال موزعين قطاع على قد حالهم، مش حملك يا كبير. العيال دي أنا مش عاوز حد يحس بيهم في السوق، ولا حتى عايز حد يعرف أساميهم، كأنهم ما اتولدوش من أساسه. وبلاش تشغل دماغك يا أخويا، أنا أفتح لك الفتحة التانية. كل شوية تفكرني يا كبير، ده أنا ما بصدق أنسى. اعتبره حصل يا كبير. وعاوزك كمان تمشي ورا براءة زي ضله، وتبلغني أول بأول باللي بيعمله واللي بيقابلهم. براءة تعبني أوي يا كبير. معلش، خليك وراه زي ضله، بس ما تضايقوش، أنت عارفه سريع الطلقات. ها؟ أنت هتقول لي اعتبره حصل يا كبير. مالك يا ست مطر؟ يا اختي عمالك تتلفتي يمين وشمال، هتخلي اللي مش واخدين بالهم يفتكروا ان احنا عاملين عامله ولا حاجه. يو برضو الحذر واجب، الواحده مننا لازم تاخد بالها وتحرص. ليه يا اختي كفالة الشر؟ واحنا يعني داخلين نعمل معصيه ولا حاجه؟ يا بنت مش قصه معصيه، انما الولايه اللي احنا طالعين لها دي ما نعرفهاش، لا عمرنا شفناها ولا كلمناها. اطمني، انا كلمتها وعملت فيها حبيبتها على الاخر، اطمني بقى. وبعدين تروح للراجل صاحب الفرن تقول له يديك الورق اللي قلت له عليه. ماشي، هجيب بجنيه عيش. بجنيه؟ وبعدين فين رغيف اللي كنت سايبه على المكتب امبارح؟ يلا كتزير بقى. ايه ده؟ اسمعي الكلام. دي هي يا مين يا مين؟ علي بس، انت قلقانه من ايه؟ انت قلت لي البيت ده بتاعني؟ مش هوصيكي يا حمدون، امشي انا احسن حد يستعوض. ما تخافيش يا حبيبي. ايه ده؟ انت في حد جاي لك ولا ايه؟ تلاقي واحده من حبايبنا زيك كده قصداني، ما تقلقيش. العواف، اكيد انت الست حمتومه، صح ولا انا غلط؟ ايوه يا اختي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك، دي الست مطر اللي حكيت لك عنها. يا اهلا وسهلا يا ست نطره. طب اسيبك انا بقى، سلام. مع السلامة، ابقي طمنين عليكي. مع الف سلامة يا اختي. هي مين الست دي يا خالة؟ حنتوش منتوش تربوش منفوش. الله حي. وشفتهم بعينيك؟ ايوه يا اسف باشا، وفضلت وراهم لحد ما طلعوا. والبيت ده بتاع مين؟ البيت ده بتاع واحدة منبوشة كده رجالة. واخد بالك علي؟ واضح يا فندم ان مشوار حريم يخص لعبة الدجل والشعوذة بتاع الستات دي. اهو احنا بقى وسط اعمال الدجل والشعوذه دي ممكن نعرف كل حاجه عن البيت ده تحديدا. اكيد طبعا يا فندم. بس يا فندم في حاجه حصلت. حاجه ايه؟ كان في واحده موجوده واول ما شافتهم وصلوا مشيت. والواحده دي انت تعرفها؟ ايوه يا باشا اعرفها، عز المعرفه، من ايام ما كنت براقب افندينا. افندينا؟ ودي مين دي بقى؟ شو مرات ابو سنه. حلو قوي الكلام ده علي. ارجع يا ابني ورا شويه. الحجاب ده تخيطيه في الطريق بخدته. امسكي يا ست نطر، والسائل ده تستحمي بيه مرتين في اليوم، مرة الصبح أول ما تصحي، والمرة التانية بالليل قبل ما تنامي. وإيه الكيس ده كمان؟ دي رملة مبروكة تفركي بيها كعب رجلك. هي كده عاملة زي الحجر يا ست نطر. حاجة زي كده يا أختي. يا أختي أنا كعب رجلي زي الفل، مش محتاج يعني، ما تقولي لها يا سوريا. لا ست مطر ما تتوصاش في النظافة، فلة من جوه ومن بره. الحكاية يا أختي ملهاش دعوة بالنظافة. أمال إيه؟ كل ده من كيس الرملة دي؟ الكعب ده هو بربط الفرس، والرملة دي مبروكة. أول ما تفركي بيها كعب رجلك هتلاقي وشك ده قمر 14، والدم بيبج منه زي النافورة. ماشي، هعملك كل اللي انت عايزاه، المهم البال يرتاح وعيش بقى زي بقية الناس.
الله هاي حنتوش منتوش تربوش منفوش. عليكي في البيت، انت كنت فين؟ تعالي عايزاكي تعالي. خدي، مش انا عرفت جوزك بيهج كل يوم وبيروح فين وليه مش طايقك ولا عايز يخلف منك؟ بيحب رقاصة. لا هو انا بقولك دوا كحة، بقولك رقاصة. معرفش يا اختي بينها عامله له عمل ولا ايه. اتقصت وعرفت، مش انا قلت لك هجيب لك قراره؟ واديني جبته عشان تعرفي ان انا جدعه وبوفي بوعدي. رقاصه واسمها رمانه، وتعرفوا من قبل ما يدخل السجن، وبيقولوا يعني ان هم عندهم حكايات بينهم وبين بعض يا اختي ولا الف ليله وليله. ما تخافيش قوي كده يا اختي، هنتصرف، لازم نعمل حاجه ونخلص من البت دي. بس اوعي تقولي لسي خميس اني قلت لك حاجه، ولا ابو سنه ده ينيل عشتي. انت عارفه ان انا بحبك وخايفه عليكي، وبعدين خير ان تعمل شر ان تلقى. انا حققت في اللي انت قلته وعرفت العيال اللي بتلعب من ورانا ويغشوا البضاعه، وعن قريب قوي هتسمع سمع خير يا معلم. الامر ما يخصنيش يا معلم نوح. حقك كان لازم اردهولك، ومن هنا ورايح حصتك هتكون قد غيرك مرتين. متأخر أجاوب يا معلم. يعني إيه يا معلم هلا؟ أنت نويت تغير الكار ولا إيه؟ خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو آخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك. وإن كان على حصتي فأنا أخدت حصتي من المصدر وأكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. إيه إيه؟ سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بجاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هلا وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل، ما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه لتجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكه تانيه لمصدر تاني غيرك. لا لا تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم، وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا؟ وقعد مع كبارات السوق وده كل واحد فيهم حصته بالعدل، والكل جام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح، ما تنساش تسلم لي على الوريس. شفاعة! عمرك يا كبير. نفر مننا برضو يا خال. قبل ما اخش السجن كنت حاسب السوق ده حسبه غلط، كنت حاسب اللي يكسب يعني هو الحريف وخلاص. لا 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 لا، الحسبه بقتش كده. اللعبه قلبت جد. والغلطه بقت دفوره. بس انا مش مطمن يا خميس. عمروتي خد بالك، بصالي اللعبه دي عشان عارف ان انا في ظهري رجاله ورايا عزوه وسند. بس النوح مش هيسكت، احنا كده بناخد اللقمه من بقه، وده كلب وقفش في عظمه مش هيسيبها بالساهل. ها وانت لسه قايل الغلطه الوقت بفوره. علشان كده يا خال لازم نعرف اللي بيدور في دماغ النوح،
نلغوص جوه افكاره ونجيب مصارين فكره. انا مش فاهم بالظبط انت ناوي على ايه يا خميس. انت عامل ايه في الجواز يا خير؟ الله، ايه دخل عيشه في ام الخير؟ ايه اللي جاب الجواز للي احنا عايزينه من نوح؟ الله بطمن عليك، عايز اطمن على الخير، عايز اعرف تمام ولا لا يا اخويا؟ مش ولا خلك اسد ولا معلوم اسد، عشان كده متجوز ال ايه الجوازه اللي هي ايه يا فندينا؟ رسيني انت ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي على السكه اللي اوصل بيها المصارين النور. قول لي انك فهمتني. اروح على القهوه اضرب حجرين معسل واقول لك ان انا فهمتك. وراك 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 مطرح مطرح وراك. وابتدى ابتدى ابتدى المشوار. هسيبك انا بقى تهزيها، قصدي تدوريها يعني في دماغك، لغايه لما نشوف حل في البت دي. ما احنا لازم نخلص، خطر. هتوحشيني الشويه دول. خلي بالك من نفسك. ابتدى 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 المشوار. يا خلاص انت على طول نطت لي كده في وشي. يا عم بقى اتنحنح ولا هبهب؟ هبهب؟ اتنحنح وانا داخل اوضتي يا شوق؟ ان شاء الله وانت خارج من على السرير اتنحنح. انت كنت بتعمل ايه جوه يا بت؟ اهو بنطفي نار بعضينا بكلمتين. حكم الوحده على الوحده بلا، ربنا لا يوريك اساه. صوابعك مش زي بعضها يا شوق. بس الخمسه في كف واحد يا عيون شوق، والنسوان زي ما انت عارف غلبه وبتستحمل، لكن لما بتزهق بتهج وبتبقى مش عايزه حد يعرف لها طريق جر. طب واللي نفسه يهج معاها بقى يعمل ايه؟ ها؟ يتوب علينا ربنا. دين عمري يا ابنك راضي. انا مش عارف يا انا توت منك يا صراحة يا ست مطر، انت ايدك فرطة قوي في الفلوس. كنت سيبيلي انا حكاية الفلوس دي انا اتكلم فيها يا اختي. دول عالم ياكلوا مال النبي. مش مهم الفلوس، المهم النتيجة. النتيجة؟ النتيجة مضمونة مية مية. اسألين انا، انا مجربة وعارفة. هما يعني حرقين شوية في الفلوس، بس سرهم ايه باتع. يا اختي انا الفلوس عندي بالكوم، مش عارفة اوديها فين. وبعدين هي يعني الفلوس ايه من غير عيشة؟ ولا انت شايفة ايه يا سوري؟ عايشة من غير فلوس يا ست مطر زي موت وخراب ديار. شكلك بتحبي الفلوس قوي يا سوريا. الحرمان يا ست مطر ربنا ما يكتبه على حد ابدا. معلش بس شكلنا كده مش هنختلف. مش هنختلف في ايه يا ست مطر؟ كل بوانه يا جميل. يلا يا اختي. يلا. قلت لك مش عايزه اطفح. انت ايه البعيده ما بتفهميش؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب. انت كده هتموتي، هتقعي من طولك. انت ما اكلتيش من امبارح. ماليش نفس، نفسي مصدوده مش طايقه الاكل. طبيعتي بطلي السجاير دي بقى، قطعتي نفسك ونفسي معاكي. انا يعمل فيا كده؟ يقلب الترابيزه في وشي قدام الناس ويقول لي شهله بيشيل الزباله دي من هنا؟ انا زباله يابيسه؟ انا وهو ايه بقى اسم الله عليه؟ ملاك نازل من السما ناقص له جناحات ويطير؟ هو نسي نفسه؟ نسي نفسه هو ايه؟ وبيشتغل في ايه؟ وبيتاجر في ايه؟ وكان في السجن ليه؟ من قهرته وفرسته يا ابله. ده انت قهرتيه، ده انت قعدتي تقولي رمانة اه رمانة اه رمانة اه رمانة، ما بتكدبش ابدا. ولسه وديني لوريه، هخليه يقول حق برقبتي، هعرفه من هي رمانة اللي ما بتكدبش ابدا. والنبي تهدي يا ستي، امان طلع عليكي تهدي. انا هروح اعمل لك واحد ليمون. ليمون ايه بس؟ اديني نص ولا حبايه من الهباب اللي انت بتديهولي ده. من عينيا يا ابله، من عينيا الاثنين. يلا انجزي يا منيل. عينيا. حاضر يا ابله حاضر. خدي.
بالشفا يا قلبتي. ودي اللي اوريكي خميس. اتهبلت يا كرامه ولا اتجننت؟ من امتى وانت بتسالي حاجات زي كده؟ انت هتنسي نفسك ولا ايه؟ رقاصه؟ رقصتي ايه؟ انت مين قالك الكلام الفاضي ده؟ اسمعي يا بنت الناس، انا راجل ما بكرهش في حياتي قد السين والجيم ويطلبوا معايا عكنانه وقله مزاج فقصري في ليلتك. اسيبك ليه؟ لا اله الا الله، اسيبك ليه؟ انت عملتي لي ايه وحش عشان اسيبك؟ ولا انا بقى راجل مفتري ووحش بقى؟ مفتري انا؟ امال في ايه؟ ما لو فضلتي على قلقك ده هيخرب عليكي ويخليني اسيبك. اسيبك يا كرامه؟ اسيبك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب خلاص نكن بقى كده ونهدى ونقعد في اوضتنا متستتين وهوانا وبلاش نسيب حد ينخور في دماغنا وما نسمعش من حد. يتوب علينا ربنا. يعني ايه يا باشا؟ يعني اللي سمعته يا نوح. بس ساعتك كده بتهز صورتي في السوق يا باشا. ولا هز صورتك ولا حاجه. انت بتدفع ثمن اللي بيعمله ابنك. الله، وهو كان ابني عمل ايه بس يا باشا؟ واذا كان على غلطته مع خميس احنا دفعنا ثمنها نص المصلحه اللي فاتت. واكتر من كده يبقى كتير قوي يا باشا. الكتير والقليل مش انت اللي تحدده يا نوح. انا كان عشم يبص لي شويه يا باشا. انا اديتك بدل الفرصه 10 وانت ما عرفتش تستغلها كويس. يا باشا انا كان املي كبير قوي في المصلحه دي ومعاليك عشمتني ان انا هشيل لوحدي. حكم السوق كده يا نوح. عامل لك ايه؟ وقلتها لك 100 مره قبل كده. مش انا قايل لك انها ما بتضمش لحد؟ ما سمعتش كلامي. رحت اديت الشغل لابنك وعك فيه. يا باشا يا براء قفش السوق وشفر كل ابوابه وقدر في كام سنه يبقى كبير. وشغلانه بير السلم عمل فيها ايه؟ ده كل يوم بيتاخد منكم زبون. يا راجل ده البرشامه اللي احنا بنجيبها ب 10 جنيه بتتاخد منكم وتطحن وتتخلط وتتباع ب 100 جنيه وابنك فرحان بكلمه يا معلم وكل المكسب بيروح لغيركم. لا ما انا انا اتصرفت يا باشا وصفيت العيال دي وبرضه انا محسوبك يا باشا. عشان كده انا قلت لك تيجي هنا يا نوح عشان نتكلم. خلي بالك يا نوح ولم ابنك بدل ما تلاقي نفسك بره اللعبه. انت فين؟ هو انت كل مره تقطعني كده؟ ايوه انا جوه من بدري. طب يلا استنيك. بنتي دي شكلها كده فاتحه الرابع ومش هاممها حد. وهي ما مين يعني؟ دي من الاخر. من الاخر ولا من الاول؟ هتطلع مين يعني ولا بنت مين؟ سيبك منها، دي مش قدها. وانا احب كده اجي كده في الروقان الف لي سجارتين اشرب لي كاسين بعيد عن الوش والقرف ولادته وعجن ابويا. لا مؤاخذه يا برنس. ثانيه واحده، في ايه يا ابني؟ مش قلت سيبوني شويه اروق دماغي شويه لوحدي؟ في حد بره عايز يقابل معاليك. مين؟ اتفضلي. طب اقفلي انت دلوقتي. انا قلت هو الموز. انت قلت مستنيني وانا ما كتبتش خبر وجيت. تصدق بالله انا قلبي حاسس ان الجايه جايه. قصدي يعني اني مش هون عليك. ايوه بس انا ليا عندك حق عارض. انت حقك مردود تلت ومتلت وباي تمن. رمانه ملهاش تمن يا براء ولا عمرها هتنزل مزاد رجاله. رمانه ما يوزنهاش الا راجل يسند ظهرها لاجل ما يملى عينيه. اهل كرنا قالوا ادي الجمال وادي الجمال. انت جيت لي وقصد افندينا بس برضه غاوي والغاوي ينقط. وقلت اني معاك هكسب فوق ما انت متخيله. واديني جيت اهو عشان نتفق. وماله نتفق؟ بس قبل ما نتفق
في بقين عايزك تسمعيهم عشان انا احب الشغل يبقى على نور حتى لو سكته ضلمه. قول يا براء. لو الشيطان حب يلعب معاك الدنيئه وصور لك انه ينفع انك تشتغليني ويبقى اخر الحوار ده انك تسلميني الافندينه، تبقي خطيتي عتبه قبرك وحفرتيه بايديكي. يبقى انت بتحمرق ومش قد كلامك. اما بقى لو كان الكلام طالع من القلب وبنيه صافيه ونظيفه ومش متعصى غدر، تبقى حطيت رجلك على سلالم الجنه وعمتي على وش الدنيا عوم وخبطتي على باب السعد بايديك يا رمانه. بقولك ايه يا براء، انت شكلك كده مش مطمن. خلاص لو مش مطمن بلاها ونشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، بس تطلعني من نافوخك خالص وتطلعني من الحوار ده. يا بنت عادي، ايه القفش اللي انت فيه ده؟ اهدي شويه، الكلام اخده وعطى. وانا برضو مش عبيط عشان اصدق ان واحده ممكن تقلب على حبيب القلب بسرعه كده. ربنا يكفيك شر كسره القلب، والست لما ينكسر قلبها بتسن ضوافرها وتذبح. وخميس خلاني اسن ضوافري على الاخر. سلامة قلبك يا رمانة. يبقى نبقى. طب مش نسمي الأول؟ بسم الله الله أكبر. صباح الفل يا ست مطر، إيه الحلاوة دي كلها؟ تلمي يا بيت. والنبي قمر وقشطة، قوليلي استحميتي بالزيت ولا لأ؟ بقولك إيه يا بيت يا سوري؟ نعم. هو انت لما كنت بتتجسسي علينا لصالح الحكومه كنت بتاخدي كام؟ ايه لازمتك بس الكلام ده يا ست مطر؟ ما احنا خلاص بقى تبنا الى الله. انا بسال بس يعني. عادي يعني، هي الحكومه دي بتدفع حاجه؟ اسمعي يا سوريا، احنا ولايه زي بعض وغلابه، وتيكي شايفه عيشتنا في البيت ده محدش ضامن حاجه، وانت عارفه انا لقيتك من الموت قبل كده، يعني ليا في رقبتك جميله. والنبي شايلها العمر كله يا ست مطر. يعني يا بنت لو طلبت منك حاجه تعمليها؟ طبعا، ودي عايزه كلام، امور انت بس. ماشي، وانت معايا تكسبي كتير قوي. كام يعني؟ السلام عليكم. خميس الدنيا. الله يسلمكم يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي كان يهرني وكمان مستصغرين وانا اللي كان كاسرني اللي كان قاهرني ويستقلوا بيا وكمان مستصغرين وكمان مستصغرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اخويا، شفت عفريت؟ انصرفي. انما ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ تعالى بص على نفسك في المرايه. مرايه ايه اللي عايزه تبصصيني فيها كل شويه دي؟ انت عامله ايه في المرايه دي يا بت؟ عايزك في كلمتين. مرايا شو؟ وانا كل ما افتح باب الاقيك حاضره. يا اخويا وطي صوتك شويه، حد هيسمعنا. اتوقع يا اخويا ما توطي حسك كده. اصل من ساعه ما رميت الكلمه اياها في عيني وانا مش عارفه اطلع على نفسي. والنبي ابصني كده احسن اكون بحلم. ما تلم الدور يا بنت، لم الدور وشويه الكلام ده. أنا قلت كده. قول أمي. معرفش، دي بيسأل الحاجة. فسح سكة يا بنت. فسح يا بنت سكة أهو. يا عم منى فسحها أهو. فسح يا بنت ورا بدل ما تطب علينا اللي ما بترحمش. لو النبي قال لي دي. فسح. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها يا رب. يتوب علينا ربنا.
اللي كان كسر دي بيستقلوا بيا وكمان مستصغريني كمان مستصغريني. فرومة بدران يا استاذ بدران. خلي بالي ايه انت يا استاذ بدران ما بتتكلمش كتير. ايوه يا خير خير مالك مالك اهدى. تعالى شوف النسيبه السوداء اللي وقعت فيها. ايه الحكومه كبست عليكي تاني؟ بص عليك السيره دي تيجي على الصبح كده على الريق تف من بقك. امال ايه اللي جايب قرار على هنا؟ بنت من البنات اللي عندي بس دي غير البنات دي بتجيلي دليفري. ايه الموتوسيكل بتاعها اتسرق؟ بص عليك يا استاذ بالذمه ده وقته. لا بعتها للدكتور بتاعنا الدليفري اصلها حبل اللي قلت يسقطها. لسه يا دوب هيبدا الحكومه كبست عليهم اخذتهم فره واحده. هو انت ما جيش من وراك الا البلاوي؟ انا ليا غيرك يا بدران. اه بس انا دلوقتي ورايا مواعيد مهمه. مش اهم من البنت اللي مستنياك تمد لها ايدك وتنقذها بدران. الحقني. هات ارجع على المكتب ما تنساش تجيب البطاطايه بتاعت العشاء. يلا يلا بينا. عشان كده علي مهم جدا نعرف الست اللي بيروح لها الستات دول. انت مش مفروض عملت عنها تحريات؟ اسمها حنتومه. حقيقي؟ حنتومه وشغاله في السحر والدجل والشعوذه والكلام الفاضي اللي سعادتك عارفه ده. طب ما انا هايل هايل جدا كده. الست دي بقى لازم نلاقي لها سكه نخش لها منها. لان لو عرفنا الستات دول بيروحوا للست دي ليه هنعرف حاجات كتير قوي عنها. وممكن في الحاله دي كمان ادخل. تمام يا باشا. خير؟ في واحد بره عايز يقابل سعادتك. ما قالش اسمه ايه يا ابني؟ الباشمهندس عبد العزيز ريان. عبد العزيز ريان؟ اه ده ابو الواد شادي بتاع حملة الفيلا. قول له ادخل. تحت امرك يا فندم. اتفضل يا باشمهندس. اسمها ايه؟ حنتومه. تومه. انا اسف يا اسر بيه بس كان لازم اجي لك. اهلا وسهلا يا باشمهندس. اتفضل. انا اسف بس ابني في خطر ومحتاج مساعدتك. مع السيد عايز يخمر شويه. يلا العمروتي طلب يقابلني النهارده. اكيد عايز يرغي بقى ويلوك في الفرشه اللي فرشتها في السوق. بس خلي بالك يا ابو جمعه احنا كده مكسبنا اقل من تعبنا. بص لقدام يا خال بص لقدام احنا لسه في الاول برضه احنا شارعين للمكسب. وبعدين العمروتي ده مش مضمون. خميس عنده حق. مكسب السوق أهم من الزيادة اللي خسرناها. والنوح مش هيسكت، هيعمل أي حاجة علشان يرجع تاني. البضاعة دي عشان نبلع بيها السوق لازم تاخد ختم المزاج. والسكة مفتوحة. الناس زهقانة وكفرانة وعايشين في غلب برضه. فالنفر لو هيشتري الحباية دي وهو متأكد إنها هتخرجه من العالم والغم ده وتحطه جو أحلى هياخدها بمزاج. صح ولا لا؟ هياخدها بمزاج. واللي يتاخد بمزاج عالي الجوده لا يمكن حد يسلاه. ولا يا حاجه؟ طمنتني يا حبيبي. الهي يحرسك، الهي يرزقك كمان وكمان. بركه فيك يا عسل. خدت الدواء؟ خدته يا حبيبي. ربنا ما يحرمكم من بعض ويديم المحبه بينا يا رب. امين يا رب. دوق. دي خلطة جديدة؟ اه. حلو. بس ما تخمرهاش زيادة خلاص كفاية كده. لو جهادك يا فندينا. أنا عملت بنصيحتك وجبته لنا المصحة عشان يتعالج. كان كويس قوي في الأول. وفي ليلة جات له أزمة ما بقاش قادر ياخد نفسه وكان هيروح فيها. حطوه على جهاز التنفس لحد ما فاق. الدكاترة قالوا إيه؟ قالوا إن دي أعراض صحية. ده معناه إن سموم الحبوب بتخرج من الجسم. طب ما ده شيء كويس، معنى كده انه ابتدى يستجيب وهيبطل. المصيبة انه في ليلة تانية الممرضة لقت معاه شوية ترامادول كان مخبيه، بس ايديها ورجليها علشان ما تقولش رفضت. صار عليها وضربها وكان هيموتها. الشرط ده جاله منين؟ معرفش. لكن المشكلة بدأت تجيله نوبات سرعة، وأنا خايف انه يوصل لمرحلة التفكير في الانتحار. باشمهندس، اشمعنى فكرت فيا دلوقتي؟ عشان الاتفاق اللي بينا. قلت يمكن لما يشوفك يخاف منك ويعمل لك حساب ويستجيب للعلاج. ما
ازيك يا شادي؟ ايه؟ تحاول تفتكرني؟ انت ايه اللي جابك؟ هتصدقني لو قلت لك ان جاي اطمن عليك؟ اطمن عليا ولا تلبسني تهمه تاني؟ بابا جالك واتفق معاك مش كده؟ شادي تعرف انا ليه سبتك يومها؟ عشان حسيتك غير العيال اللي اتقبض عليهم دول كلهم. حسيتك موجود من باب الفراغ او من باب التفريح، لكن اللي صدمني بجد اني اكتشفت انك شبههم قوي. انتوا ليه مش قادرين تصدقوا اني حاولت ابطل واني بكره نفسي وانا باخد؟ رجعت له ليه؟ رجعت له ليه؟ عشان كنت هموت. حسيت ان روحي بتنسحب مني وقلبي هيقف ونفسي مكتوم. كان لازم اخد حبايه واتنين عشان ما اموتش. شايف بقى ان الحل انك تستمر في الحكايه دي على طول مش كده؟ بدل ما اوصل للمحطه اللي بعديها اسرق ابويا عشان يجيب اللي عوضني. وايه بقى هي المحطه اللي بعديها؟ انا لو ما لقيتش ترامادول مفيش حاجه ممكن تظبط دماغي، والبديل الوحيد اللي مستنيني الهيروين. يا نهار اسود هيروين. انا هخش اقرا المحضر واحاول اشوف لها سكه اخرجها بيها قبل ما يرحلوا على النيابه. ايوه هنوبك ثواب. اه بس الحكايه دي فيها ارشادات زياده يا مسامح. مش مشكله، كله على حسابهم وكله عن نوت. انا هخش اقرا المحضر واحاول اشوف لها سكه اخرجها بيها قبل ما يرحلوا على النيابه. اه هنوبك ثواب. اه بس الحكايه دي فيها ارشادات زياده يا مسامح. مش مشكله، كله على حسابهم وكله عن نوت. اسمها ايه؟ هي اللي مرميه هناك دي، شوف مكلبشينها ازاي كانهم مكلبشين عربيه واقفه صف تاني. اسمك ايه؟ سعاد؟ الله على اللقاء قدامي، ده انتوا طلعتوا تعرفوا بعض. من زمان. زمان قوي. عارف انا خطتي ايه يا خميس؟ نعمل فرشة ترامادول وعائلته الكريمة في السوق. ده طعم عشان الزبون اللي ليلة في سجارة ولا في ابيض ولا بني. بعد كده شد الاحمر من السوق عطشه. تلقى الزبون بيدور على حاجة يعبي بيها دماغه بس يا عين امه ما يلاقيش. طبعا. لان ولا البني ولا اي حاجة من النوع ده هتكيفه. هيجري زي الرحوان على الاستاف اللي بناكل منه عيش. بيزا. كورس براون شوجر. ايه يا باشا؟ براون شوجر بي اس، البي براون والاس يعني شوجر. يس. انت فاكر ان احنا هنقعد نشتغل في الشريطه ب 30 و40 جنيه؟ دي مجرد فرشه زي ما انتوا بتقولوا هيفرشوها رجالتك وعزوتك اللي عايزين افنديهم يرجع السوق بقوه. هما يفرشوا وما عليك تحضر التقيل لوقت اللزوم. بكده يبقى اختصرنا الزمن والمسافه. احنا لسه هنستنى زبون يلف سجاره ويخش على حجرين وحلاني بقى على ما يشد خطين. احنا كده بنساعده. هي اول برشامه وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروش. ويبقى وفرنا عليه وقت وفلوس كمان. يتوب علينا ربنا. برنسيسه. هاي داد. اه حبيبتي. هاي خميس. مش برضو خميس؟ افندينا. خميس افندينا. اه حبيبتي عجبك السبا؟ ظريف. مادام عجبك هشتريهولك. ثانك يو. انا هغير وخارجة على طول. بس بيخلي بالك كنت سايقة. اوكي سي يو ليتر. باي. باي. كنا بنقول ايه يا خميس؟ سي يو ليتر. اليجيتر. ده ليها كمالة. عارف يعني ايه اليجيتر؟ يعني سامع قبل كده بس. البوزة؟ اليجيتر يعني تمساح. تمساح. عارف دهان التمساح؟ يعني دهان التمساح يا باشا. دهان التمساح ده ابويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزه تشد وتعلى
يا باشا ما دخلي معاك في الاسبانه هتجيب البرنسيسه ده شريك يعني ما شاء الله تعرف يعني ايه سبا فاكهه برضو امال ايه سبا يعني موزه مقشره مكان تروح ويفضلوا يدلكوا فيك لغايه لما تخرج زي الموزه المقشره السلام زحلقه يعني تضرب سبا بلبن هتزحلق جواه كمان لا يا باشا ده انت حكايه يتوب علينا ربنا بلغك اللي عمله الباشا بتاعك كنت عارف انك جايبني عشان كده يا سيد الناس يعني بلغك في السوق بتاعنا مفيش حاجه بتستخبى يا عم الجمال كلهم وانت ايه رايك انا في الليله دي كلها مجرد مرسال انا بلعب في تيم تاني براكو يا معلم بس انت رايم الباشا ومفيش اقرب من اللي زيك لمزاجه مالت انت ممكن تاخد مني فلوس كتير قوي من غير ما تأثر على مكانتك هناك اشبك ايدك في ايدي يا معلم وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان انا مفيش واحد على كوكب الارض كله بيكره خميس افندينا زي ومش بس كده هو الوحيد اللي بوظ لي اكتر من الشغلانة عشرة وليه عنده بدل الطار الف حلو كده احنا الاتنين على خط واحد بس ما تاخذنيش يا معلم يعني خميس افندينا عرف يخش للباشا صح ومش بس كده الباشا معتمد على اهله وعزوته وناسه هم اللي مساندينه وبيحموه في ظهره ولمؤاخذة يا معلم يعني انت مشكلتك في ابنك براءة هو الوحيد اللي هزي صورتك في السوق وده اللي سمح ان الباشا يديك كتف وما تعرفش خميس افندينا عامل ايه للباشا تحس انه سحر له وصف له وصفه عامل له عمل حاجه كده تحس انها ايه رايك يا فلت وانا بعد جايبك علشان تعقدها ولا عشان تحلها انا هقول لك على الصح بعد خميس افندينا دلوقتي في حمايه الباشا ولو حصل اي حاجه لافندينا الشبهات والشك والريبه والضغينه هتحوم حواليك يبقى المنطق بيقول ان احنا نلعبها صح باسورد نعديها يعني ونطاطي للريح شويه وبعدين نتفق تحط ايدك في ايدي اعتبر ايدي في ايدك يا مرض بس رئيس واحد معانا ويكمل مثلث برمودا مثلث الرعب اللي هيقضي على خميس افندينا تقصد مين اللي معاه السر كله بدران الشواب بدران لا إذا كان على بدران سيبوه لنا أنا عارف سكته كويس قوي بقولك يا باشمهندس مرنا يا فندم يا دي عربيه الفرنسيسه بنت الباشا صح؟ ايه يا فندم صح كده ايوه قلت لي اسمك ايه؟ زينهم سعادتك زينهم الاقي معاك كلام يا زينهم اتفضل يا فندم ايوه رجل الامن لازم يكون معاه قلم طبعا هات ورق طب لحظه واحده قبل سعادتك لا 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 تعالى تعالى استنى الجيش قال لك قال لك ايه؟ قال لك اتصرف ها؟ خد امسك ورق ايه؟ ورق ورق اكتب اكتب بس اكتب اكتب اللي اقول لك عليه. ايوه انا عارف اكتب ما تقلقش اكتب 015 افندين اللي هو التوقيع افندين اكتب اكتب ايوه هو ده رجل الامن ايوه تمام خطك حلو بص انا احط دي هنا بس امان عليك اوعى ولا تفتحها ولا تقرا اللي فيها ولا كانك سمعت حاجه تحت امرك يا فندم اتفقنا؟ اتفقنا تمام تمام خد يا خد بس يا فندم خد يا زينهم لا لا خد خد بطمني عليك ماشي يا فندم يلا ما تقفش عشان ما تلفتش الانتباه ماشي يا فندم
باشا. سلام. شغل؟ شغل ايه؟ ومن امتى وانت بتشتغل اصلا؟ لؤي خلاص بقى، انا زهقت منك، اعمل اللي يريحك. سلام. ما تستغربيش ورقة البفرة؟ ما تستغربيش ورقة البفرة؟ ما لقيتش أسرع منها عشان يوصل الود بمزاج عالي. يوصل الود بمزاج عالي. دي نمرتي، لو مزاجك تمام كلميني. لو مزاجك تمام كلميني. ولو مش تمام، ولو مش تمام كلميني برضو. كلميني برضو. أفندينا. أفندينا. أنت بتستعبطي يا بنت؟ انت فين كل ده؟ والنبي يا ابله بلف لك على كعب رجليا لما كعب رجليا فقفقت، اعمل ايه؟ مش لاقياه. يا سلام، انت هتعمليهم عليا يا بنت؟ دلوقتي بقيتي تلفي وتدخي عليه ومش لاقياه؟ امال المكان في جيبك ليل ونهار، هو فين؟ والنعمه الشريفه شحح يا ابله، ده حتى اللي كنت بجيبه ب 10 دلوقتي بجيبه ب 20، ويا ريت لاقيين. انا مش عارفه الناس اتسرعت على الفلوس كده ليه. كفايه بقى ترحمي نفسك، هاتي خلاصي، هو فين الهدايه؟ اتفضلي يا ابله. هاتي فلوسك السودا دي، روحي اعملي لي كوبايه قهوه بسرعه. قهوة وشاي وبرشام وسجاير، أنا مش عارفة الليلة الطويلة بتاعتي دي ما بتخلصش يا أبلة. بصي يا أبلة بقى، أنا هعمل لك لقمة ترمي بيها عظمك أفيد من كل الكلام ده، إيه قولك بقى؟ امسكي. كاتبة عليا فيه، يلا شيليه. ده واجب مني عشان أصالحك بيه. حكم أنا عارف إنك مقيارة مني من المرة اللي فاتت. بس ده اقل حاجه تعملها معايا بعد عملتك السودا. يا بنت ما يبقاش قلبك اسود كده. بقولك ايه؟ ايه؟ مين الموزه اللي كانت لازقه لك دي؟ فتنه؟ اسمها فتنه؟ دي فتنه قوي، فتنه خالص، فتنه على الاخر. البنت دي سكتها ايه؟ بتحب واحد من صغيرها وبتموت فيه. ايه المشكله يعني؟ ننطر وندوس احنا. انسى، ده باشا ومعلم وجامد اخر حاجه. بنت معلم على نفسه، هو في معلمين غيري في البلد دي ولا ايه؟ انا هنا المعلم والباقي كله زباين. قلت لي بقى اسمه ايه الزبون ده؟ اسمه افندينا. افندينا؟ يا محاسن الصدف. ما لقيتش غير ورقه البفره اللي تقول فيها الكلام ده؟ هي افنديهم؟ ومالها ورقه البفره؟ ده حتى في الخير. بس انت جيتي بسرعه قوي. أنا قلت يعني هتتقالي شوية، هتعملي فيها كده، طلعتي واقعة. هتقل أدبك، هقفل السكة ومش هتسمع صوتي تاني. وليه بقى اللون ده؟ هتخليني أغير رأيي فيكي كده. ممكن أعرف إيه معنى الكلام اللي أنت كاتبه ده؟ عربون وصال وفتح سكة محبة وربط كلام. ومش شايف إن الطريقة دي قديمة شوية؟ أصل أنا غاوي طرب أصيل. يعني ناوي تغني عليا؟ لا يا حبيبي، ماليش فيه. ايه رايك في عاده شاعريه قديمه من بتوع زمان؟ مش عارف ليه طالبه معايا اقضيها معاك ابيض واسود. وماله، نقضيها وانت ونصيبك بقى، يا تبقى ابيض يا تبقى اسود. يتوب علينا ربنا. باي. أنا تعبت ومش عايزة صوتي يرجع لي تاني. أنا عايزة أضمن إني ما ترميش في الشارع. أنت بالشكل ده بتهدي كل اللي بنبنيه في علاجك. إحنا كل ما نتقدم خطوة نرجع 10. ليه كده بس؟ مدام كرامة، انت في حاجة عايزة تقوليها ومكسوفة؟ يا بنتي خرجي كل اللي جواكي من غير قلق ولا خجل.
يا بنتي انت ست مكتملة الأنوثة وحلوة كمان. كرامة يا بنتي، الأنوثة مش دلع وكلام معسول، الأنوثة هو إحساسك بنفسك، إحساسك بذاتك. سعد بيدلعني وبيبقى لطيف قوي معي، وساعات مش بلاقيه خالص وكأنه مع حد تاني. أفهم من كده إنك شاكة إن جوزك على علاقة بحد تاني غيرك؟ صالحيني عشان أقدر أساعدك، ها؟ ياريت تثق فيا، إحنا قربنا قوي. صرحيني يا بنتي، انت خايفة من ايه؟ اتكلمي. ايه ده؟ سعاد كنت فين كل ده؟ ما ترد على الحاجة، تقول لها كنت فين؟ اشتغلوني اكتر، اشتغلوني، فهمونك ما تعرفوه. ما نعرفش ايه يا اخوي، هو في ايه؟ في ايه يا ام سعاد؟ في انكم لبستوني عمة صح يا عم الحاج، الوسطوها وعملت شويتين بتوعكوا لحد ما جبتوا رجل في جوازها طلعتوا منها بالقرشينات. ما تلم لسانك يا اخينا انت، اقف معوك واتكلم عادل. لم قلتوا نفسكوا شويه بقى ولم بنتكوا بدل ما تلموا بلاقيكوا على الناس المحترمه. الكلام ده بقى دول لروحك مش ليهم، سيبهم بقى يا اخي في اللي هم فيه. مش كفايه متجومين في اوضه واحده فوق بعضيهم وبيداروا من بلاوي الدنيا اللي مستنياهم؟ انا كنت عايشه عمري كله وسطيهم وراضيه باللي انا فيه، ويوم ما خرجت ونزلت اشتغلت عندك أول كلمة حلوة سمعتها وقلت خلاص هستحمل هم والقرف اللي أنا فيه وهو ضل راجل، ويوم ما حبيت تاخد اللي نفسك فيه سبت لك روحي وقلت ضل راجل، لكن أنت بعتني رخيص قوي. بس أنت بعت نفسك أرخص بكتير، أنت لا راجل ولا حتى تستحق تبقى ضله. اخرجي أنت نسيت نفسك يا بنت ولا إيه؟ استجيبك منين؟ شمال يا زبالة. أنت بتضربها ليه؟ يا ام سعاد ريحيني وقولي لي في ايه. بدل ما تعمل فيها راجل قوي كده وتمد ايدك عليا، بص لروحك في المرايه وقول الكلمتين دول لنفسك. انت اللي عرفتني السكه الوسخه دي بعد ما رميت لي زي الكلبه الجربانه اللي مش لاقيه حتى قعد ما تاكل بيها الغلابه دول. انت اللي عرفتني سكه ام ساميه دي. وبعدين هتفرق معاك ايه يعني ان انا ماشيه عدل ولا حتى ماشيه شمال؟ قال لا يا اخي انا محتاجه. انت والجوع بقيت عليا لغايه ما بعت اللي اقدر عليه، لكن انت الدنيا ادتك العلام والشغلانه اللي تاكل من وراها اجتهد وحلال، وسبت كل ده ودورتها شمال. ولا نسيت بقى يا متر ان انا كنت بشتغل عندك وعارفه كل اللي فيها يا بتاع العدل والقانون؟ انت مستغرب ليه كل ده؟ دي نتيجة طبيعية جدا لأي حد بيتعاطى العقاقير دي. بس انا عايزاك تبقى عارف حاجة كويس قوي، اللي بيدمنوا الترامادول دول كلهم في كفة، واللي بيدمنوا نوعية المخدرات التانية في كفة تانية خالص، بس في النهاية كله بيتساوى في قتل النفس. وهو في كفة لوحده بقى عشان كيمياء؟ مش بس علشان كده، عشان عامل زي الوبا بيخش كل البيوت. شايف سواقين التكاسي والاوتوبيسات اللي ايديهم ما بتتشالش من على الكلاكسات، وشايف العيال واقفه على طول في الشوارع بتتخانق، هو ده الترامادول. بيني وبينك الولد خايف يجرب يبطل فيروح للهروين. ده اعتقاد خطا جدا، ده لان الترامادول اسهل ان هو ممكن يخرج من الجسم، خصوصا ان هو مش زي المخدرات التانيه ولا زي العادات المميته اللي في حياتنا، السجاير والشيشه والعادات السلبيه اللي بقت على طول حوالينا. دكتوره ليلى، انا عاوزك تقابلي الولد ده. طبعا يا حضرة الضابط، بس انا مش فاهماك، انت ليه مصر انك تساعده وانت ما تعرفوش؟ بيني وبينك خايف من الخطر اللي جاي. انا برضو عندي عيال. طول عمري غاوي سمك، لكن ماليش خلق على صيده.
حاكم الصيد ده موهبة من عند ربنا. انت عارف يا خميس، وانا صغيره كنت احب اجري تحت السما وافضل بصه للقمر وابقى شايفاه كده وهو بيجري ورايا، كنت اقع واتكعبل والعيال تقعد تضحك عليا، بس انا بقى كنت ببقى فرحانه قوي. عارف ليه؟ لاني كنت ببقى حاسه ان انا لو شبيت شويه هلمس القمر زي كده غاوي سمك بس مش عارف تصطاده. لا انا ما قلتش مش عارف، انا قلت ماليش خلق على صيده، انما محسوبك بقى غاوي اساسا واللي يجي بالبحر. هو انت دماغك على طول حتفه شمال كده؟ اذا كانت الدنيا كلها حتفه شمال جت عليا انا بقى العبد الغلبان. على فكره انا عارفه انت عايز مني ايه ولعبت لعبه الورق وجبتني هنا ليه. شوف شو اصلك انت تحب تعمل كل حاجه بمزاج. حصل. حتى بقى لو جوازه ومفروض عليك. مفروض عليا ولا مؤاخذه يعني ما عندكوش مرايه في بيتكم؟ اصلها مش بالجمال ولا الفلوس، دي مصالح بتتلاقى، عامله كده زي ما تكون مفصلات لازم تتعشق ببعضها، وانا بقى مفصله من دول. غريبه انت برضه. انا شوفي يعني شفتك كم مره لحد دلوقتي، يعني مرات قليله بس، يعني بعض سواعي كده اشوفك حاجه وبعض سواعي تانية اشوفك حاجه تانية، يعني واول مره ما بقاش عارف اجيب اخر حد. محدش له اخر يا خميس، كلنا كده عاملين زي التعبين نحب نغير في جلدنا، وده مش شر، دي طبيعه زمن بنعيشه. بس انا بقى راجل ما احبش حد يفرض عليا حاجه. العمروتي اللي هو ابويا كان شايف كل حاجة من حوالينا، كان عارف بقى مين اللي هيبقى على وش القفص، اختارك انت من وش القفص عشان كان عارف ان انت اللي هتكمل مسيرته وانت الوحيد اللي هتأمن بنته. بس ده رأي العمروتي ابوكي، انا عايز رأيك انت. اول ما اعرف هقولك يا افندينا. يتوب علينا ربنا. ده دي صبت ده بقى بيناش المخ ويعلي ادراك الحس. سيبنا حبك وادوب في قلبك يا دوب سيبنا حلفاؤك خانوك يا أفندينا، كل حلفاؤك. القهوة فارت 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 فارت. ايه ده؟ انا فين؟ الحاجة ضوية في خميس، انا اللي جابني المطبخ. مفاجأة يا بنت بالنسبة لك مش كده؟ شو انا مش قلت شغل المرقعه والمياصه ده مش عايزاه في بيتي؟ خلاص قلعت برق الحياه. ايه ده كرامة؟ ايه خرست ليه؟ ما تتكلمي، اصل انا كنت بمشي وانا نايمه يا حاجه، وبعدين المعلم كان عالجني بس الظاهر ان الحاله رجعت لي من تاني. نعم يا روح امك. ايه ده وايه العباره؟ اسأل مراتك. مسكينة يا خال،
مش طلعت بتمشي وهي نايمة؟ الحقني يا معلم، مش الحالة رجعت لي من تاني. حالة؟ تاني؟ الله، لا إله إلا الله، احنا مش كنا علمنا الحكاية دي؟ أصلا كان بيجي لها داء كده تمشي وهي نايمة، بس احنا عالجناها، لكن الظاهر إن الداء لسه قافش فيها. هو لسه قافش فيها، بس ربنا هيشفيها إن شاء الله. ادعوا لها. آمين يا رب. ارقيها يا حاجة، ارقيها. عجبت لك يا زمن يا مسهل. ايه يا براء، يا ترى جاي كده فاضي ولا عندك اخبار تفرحني؟ يا رب اوعى تقول على نفسك كده تاني، ده انت زنت الرجاله ونورتهم كمان. اتكلمي يا شور. يا راجل بالراحه عليا شويه، الخضه مش كويسه للي في سني. وبعدين ما انا بتكلم اهو، هو انا من ساعه ما دخلت الاوضه بطلت كلام؟ شور انجزي، ما تخنقونيش. بنجز حنجز وجايلك في الكلام. اخصى عليك، هو انا كنت امتى خبيت عنك حاجه؟ اصل انا وانا ماشيه رايحه للمطبخ لقيت اختك وخميس عمالين يتودودوا في الكلام، وبعدين فجاه كده لقيتهم بيقولوا اسمك في وسط الحكايه، فقلت لازم اعرف هما بيقولوا عليك ايه. وكانوا بيقولوا ايه؟ ملحقتش، خايبه داخله تسحب وقمت متكعبله وحسوا بيا. بس انت عجبتني قوي انك دخلت معايا في اللعبه، ده انت سلبتني كده من وسطيهم. ايه هتفضل قاعد كده زي الددمان؟ مش هتيجي ننام؟ نام نام ايه؟ وانا عدي يجيني نوم؟ ما انت مطيره النوم من عيني. ليه كل ده؟ علشان خايفه عليك وعايزه اطمن. لا يا حبيبتي مش عشان تطمني، عشان التقليعه الجديده اللي انت طالعه لي فيها اليومين دول، كل ليله تنامي وتديني ظهرك، وانت عارفه ان انا النوم بيعصاني وانا مش في حضنك. طب تعالى كده، تعالى وريني النوم هيعصاك ازاي النهارده. هاتها جمال يا رب يا رب. ضربة معلم بصحيح. عيب عليك يا حاج، ده انا ابنك برضه. لا حقيقي المرة دي عجبتني قوي. ايوه كده، خليني احس ان انا مخلف راجل بحقه حقيقي. كوتشين صباح الفل يا معلم. بس خلي بالك دي علمة، يعني بمية وش وبمية كلمة. على نفسها يا حاج، ده انا براء النوح فضلت وراها لغاية ما خليتها زي العجينة بين صوابعي دول. رمانة وبدران هما اللي في ايديهم حبل يا فندينا، لو قفشت الاتنين يبقى قفشت طرفين الحبل. شد من هنا مرة ومن هنا مرة، هو بقى يفرفر في النص. يبقى نكب المرجيحة. ومرجحني يا معلم. أيوه. اشتكني يا معلم. انا شقلع حاجة. مش قلتلك ضربة معلم؟ يخرب بيتك نششتي دمي. مرة من نفسي انشفلك دمك. يخرب بيتك، اسكتي خالص، تعالي هنا لحد يسمعك. تعالي. انت بنتي بتقلديني ولا ايه؟ شكلك سمعتي حاجة. رومانة. ايه؟ الكلمتين اللي قالتهم للبت سعاد عروني قدام نفسي. قرفت من روحي يا اخي، من اللي انا عايش فيه. هو انا وحش قوي كده خميس؟ خميس خميس خميس، اصحى. هو انا وحش قوي كده؟ مصيبه بدر الله يكون ضميرك صحي كده يا ابني، شغلنا هيقف، مصالحنا هتتعطل. انت حلو يا حبيبي، انت حلو وجميل وجميل قوي. مش هو حلو؟ هو مين؟ نهار ازرق على الدماغ الخفيفه، واحنا لسه ابتدينا، ده يدوب خمس ست اطقم اللي شربناهم.
الرجالة راحت فين؟ على الوصول. يجوا بالسلامة، يجوا بالسلامة يا بغاشي. هو أنت بتخلينا نضرب في أي وقت كده؟ يا ابني دماغي طلبت، والدماغ وقت ما تطلب لازم تلبي الندى، لا تطير منك وتفك. واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا. بالك لو الحكومه تعرف قيمه الدماغ كانت فكتها علينا شويه وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها. لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم بيتكلم بيتكلم، وفي الاخر كله شمال. ايوه كده، أزم أزم يا كبير واصطبح. الرجاله دوم في السكه، وصلوا بالسلامة إن شاء الله. وصلتك الأمانة يا بجوشة، طمنت على أصوات. أنت خيرك ما غرقنا يا باشا، بس في حاجة صغننة قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف ومصيره يكبر ويبقى أكبر منك كمان. ايه خير؟ عندك انت كمان مشكلة ولا واحد عايز تديها استمارة ستة زي حبيبنا اللي ضميره صحي؟ أنا يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحة الأبدية. أهو ده الكلام، سامع يا متر؟ بقال الله يا حبيبي. هاتك الباقي. ده على آخر الأحزان إن شاء الله. مجيلكش في حاجة وحشة. هو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو أنا مت؟ يعني محدش قال لي. ايه الأخبار؟ أقول كده ولا فخنا لوحدينا أنا وأنت؟ قول عادي. بدران ده في مقام ابن أختي. ابن أختك؟ الصغيرة ولا الكبيرة؟ المتوسطة. اه يا ابن المتوسطة. ايه العبارة؟ 6 شهور. مالها؟ تتقص على اللي يخصك وبتنكش وراك يا كبير. صحيح، الست شهور بتروح لست بتاع الدجل وشعوذه ساكنه في البيت اللي قصاد مكتبي على طول. مره شفت معاها الست كرامه، بس نسيت اقول لك. مش دخل ده في كلام بجاش يا متر. لا، ما هو من كام يوم شفت عند الست دي مطره، مرات براء النوح. مطر مراد برانو.